يا هلا ومرحبا. اليوم راح اسوي معاكم لحم المفروم، خبز التورتيلا بصوص البشاميل. هلا راح احط بصل مقطع شرايح ابيض واحمر، واتركه شويه لما يذبل. راح اضيف ثوم، فصين ثوم مهروس. راح اضيف لحم غنم مفروم من مصنع البحرين للحوم اللي هو الزعيم. بالكامل راح اضيف عليه فلفل اسود، ملعقة شاي، راح نسمع البصل. ما يتغير لونه، مجرد ما يتغير لونه شيء بسيط راح اضيف له طماطة واحدة مهروسة، وراح اضيف له قطع من الجزر. انا قطعت بيبي جزر، تقدرون تقطعون قطع صغار جزر كامل. راح اضيف له مكعبين من مرق لحم البقري من شركة كنور، وقلبه لين يطلع مايه وينشف. شكل لحمنا المفروم جهز، راح ارفعه من على النار ونبتدي نسوي الصوص. راح اذوب زبده تقريبا ملعقتين من الزبده، وبعدها راح اضيف ملعقه كبيره من الطحين. راح اشوح الطحين على النار مع الزبدة، ثم راح أضيف حليب نادك كامل الدسم، رشة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود، بديل جبنة البارميزان تقريبا ملعقتين. راح احركهم لغاية ما يثقل عندنا الصوص. مجرد ما يثقل خلاص نسكر عليه. الحين الصوص صارت عندنا جاهزة، راح اسكر عليها وراح اضيف لها شوية من الزعتر، رشة بسيطة. راح استخدم خبز التورتيلا، راح اضيف شوية من الخلطة اللي هي الصوص اللي سويناها، وراح اضيف اللحم المفروم اللي طبخناه. وراح نسكر عليه. بهالطريقة. والحين راح اضيف عليها الصوص اللي سويناه فوق الخبز التورتيلا. وراح أضيف شوية من اللحم المفروم بس للتزيين،
وراح اضيف له رشه من جبنه البارميزان. وهذا طبقنا اليوم جاهز علينا.